من جهته أكد الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عمرو الفقي أن استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تتمثل في نشر سماحة ووسطية الدين الإسلامي. وأضاف الفقي أن الشركة المتحدة عملت وستستمر في إنتاج عدد من المسلسلات الدينية، وذلك في إطار التعاون بين الأوقاف والأزهر والشركة المتحدة. من أهداف الشركة المتحدة نشر سماحة ووسطية الدين الإسلامي. احنا عشان كده كان في توجيه بان احنا بنطور قناة الناس عندنا بشكل كبير. احنا عندنا مجموعة كبيرة من الأئمة والدعاء موجودين على قنواتنا كلها، بالإضافة اللي احنا عايزين ناخد الموضوع كمان لمرحلة أخرى. هي احنا كنا بقالنا فترة كبيرة ما بنعملش مسلسلات تاريخية ودينية، ابتدينا بالإمام الشافعي وإن شاء الله مش هتبقى دي النهاية. إن شاء الله في الفترة اللي جاية كل سنة يبقى عندنا حاجة تاريخية أو دينية جديدة، وكل ده طبعا زي ما قال معالي الوزير ده بالتماس مع الوزارة وبالتماس مع الأزهر الشريف إن شاء الله.